بعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكان عمر من أشد الناس على المسلمين، يضربهم، يجلدهم، يسحلهم، يعذبهم. عمر بن الخطاب كان شديدا جدا في الجاهلية، كان غليظ، مش كده وبس، كان يعذب المؤمنين والمؤمنات. طبعا يا جماعة، سيدنا عمر قبل الإسلام كان فيه قسوة وغلظة وشدة على المسلمين لا يعلمها إلا الله، كان بيعذب كتير من الصحابة، لدرجة إنه في مرة كان بيعذب جارية كانت عندهم، فضل يعذبها من أول يوم لآخره، ثم تركها في آخر يوم وقال: والله ما تركتك إلا لأني مللت، أنا زهقت من كتر ما بعذبك، يعني مش سايبك رأفة ورحمة بك، لا 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 لا، ده أنا سايبك عشان زهقت من كتر تعذيبك. أن المسلمين كانوا ينظرون إلى عمر رضي الله عنه كما ينظرون إلى أبي جهل في شدته على المسلمين وفي بطشه بأهل الإسلام. ومسك بنته وهي صغيرة، حفر ودفنها وهي حية، وأد البنات، تخيلين، لدرجة ان البنت مسحت التراب اللي على لحيته وهو كمل دفن، دفنها وهي حية. فالمهم كان شديد جدا في العذاب، بيعذب المؤمنين والمؤمنات الذين أسلموا. سيره أن الفاروق عمر جلس مرة فبكى ثم ضحك، فسألوه في هذا فقال: أمران في الجاهلية، أحدهما كلما تذكرته أبكاني، والآخر كلما تذكرته أضحكني، أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها، فكنت أحفر لها الحفرة وهي تنفض التراب عن لحيتي ولا تدري ماذا أريد لها ولا ماذا أريد بها، فإذا تذكرت هذا بكيت. كانت له ابنة فوأدها، قتلها حية. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس عداء، وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وبينما هو في الطريق قابله نعيم بن عبد الله فقال له: إلى أين يا عمر؟ فقال: إلى هذا الصابئ الذي فرق بين قريش وعاب لها وسب آلهتها وشتم آباءه لأقتله. فقال له: لبئس الممشى مشيت يا عمر، أتريد أن تقتل محمدا ويدعك بنو عبد مناف؟ والله لا يكون أبدا، فأنت أحقر وأصغر من أن تقتل محمدا. وقالوا أن الذي قابله رواية أخرى وسعد بن أبي وقاص. قبل الإمام مالك سيدنا عمر، نعم، كان في واحد اسمه صفوان بن عسيل على وزن أمير. فصفوان بن عسيل هذا قال: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ ضرب وقتول بقى. لا، قالوا: ائتوني به. طبعا. فلما جه قال له: ماذا تسأل؟ قال: أسأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أيوة. قال: أجيبك أنا كيف استوى، وقام بعرجون نخل يضربه على رأسه. فلما قام كده، طب إيش اللي يعني، إحنا دلوقتي في مجال علمي، ما هو دلوقتي يقول لك فين بقى الإقناع وفين كذا. حتى قال صفوان: والله يا أمير المؤمنين، ذهب الذي كان في رأسه. هو عايز يقول له إيه؟ يقول له المسألة واضحة. نعم. فكان يقعد يتكلم الناس في الموضوع دي، يقول لك: كيف استوى؟ وكذا. سيدنا عمر قال:
هتوب. وأمسك عرجول، عارفين عرجول بتاع التمر ده، ما شاء الله مسكه ونزل على راسه يطير العنكبوت اللي فيها والكلام ده، قعد يدص فيه حتى أدمان دماغه جابت دم. قال عمر: وأنا عبد الله عمر، وأنا عبد الله عمر. ثم ربطه من ساقيه في سقف المسجد وظل يضرب بجريد النخل رأسه حتى دميت، فقال صبيغ: لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي يا أمير المؤمنين. قال عمر: فتح باب حرية الرأي. من وين هاي؟ ما علمناها أحدا. يمنع القيل والقال والتنطع والمقال كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاءه رجل يقص هؤلاء الأحبار، قال له: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة، ما الذاريات ذروة؟ قال له: انتظر. وأتى بالعراجين اللي هي خشب النخل والجريد، وجلده وضربه. حرية رأي. وأومى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. عرف كيف علاجه، خلاص اللي في رأسي انتهى. طبعا لا يأتي شخص الآن يشوف شخص عنده بدع وأشياء يقول تعال بسوي فيك زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك إيش يقارن إنسان الحجة بالحجة. وإذا رجل على كرسي من حديد، وإذا حدث الناس، عنده كتاب قديم جابه من فارس أو من الشام اسمه قصص دانيال، مثل تجي مثل قصص ألف ليلة وليلة والزير سالم، كلام الفاضي هذا وشمس العلوم. فدخل عمر قال: ما هذا؟ قال: هذا كتاب دانيال أتيت به من الشام. فأخذ عمر رضي الله عنه فنزله من رأسه، من كذا هو لعد يضرب الواحد، يمسكه أول المسكة الأولى كذا، بعدين يوطيه في الأرض، بعدين يحطه على ظهره، بعدين يحط ركبته على صدره، ثم يضربه بالدرة حتى يغمى عليه، ثم يفيق يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. نعم. قال: يا عدو نفسه، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت قص علينا. فدبغه في المسجد، قال: تتوب؟ قال: أتوب إلى الله. قال: ولا تحدث؟ ولا أحدث. قال: الله يحرق الكتاب. فذهبوا بهذا الكتاب الخرافي خزعبلات، مثل الرواية التي يسموها قصص مسلية، عندنا قصص مسلية. وإذا وجاء صدرهم العسل وأخذه رضي الله عنه، وجه به القبلة وبرك على صدره وضربه، فزال الشيطان، وبعد ما أغمي عليه استفاق وفتح عينه، قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. أن في أحد الجلسة قال هو الصحابة عادين، فأحد الرجال مدح رجل من الصحابة. نعم. فقام عمر وضرب الممدوح بعصا صغيرة، فقال له: ليه ما ضربتني؟ قال: خفت عليك ان تعجبك نفسك فيدخل الكبر في نفسك فتدخل النار، فاردت ان اضع من نفسك. قال له مقاله جميله، انه كان يقول: من مدح رجل فقد ذبحه. لانه لما يمدحه تعجبه نفسه فينقطع عمله فقد ذبحه عن الاخره. نعم. جزاكم الله خير. تفضل. مهم جدا ان احنا يعني نفرق ما بين التواضع واللي هو الاذلال. نعم. لان يعني في موقف طبعا لسيدنا عمر بن الخطاب، ان هو راى مره رجل يمشي وفي ويتمثل التواضع، فضربه بالدره وقال له: لا تمت علينا ديننا. الله. فيعني جميل. مهم جدا ان التواضع يبقى موجود، بس اهم حاجه ان احنا ما نخليش التواضع ده هو يبقى يقلل من شاننا كمسلمين. لا، احنا دليل كده، كان عمر بن الخطاب يضرب الأمة اللي لابست الحجاب، وقال أنس بن مالك أن عمر رأى أمة لنا متقنعة فضربها وقال: لا تشبه بالحرائر. فأنا عايز أعرف إيه الصلة ما بين دي ودي، على أساس أنه هو كان أيام الرسول مجرد أن الواحدة بتلبس حجاب علشان تكون حرة، أما الأمة لأ.
فانا عايز اعرف دي فعلا الحجاب ولا لا. كان عمر معروف فظا غليظا، وهذه الفظاظه والغلاظه يعني تنعكس عليه في سلوكياته الانسانيه. رجل من قيل انه طليحه بن عبيد الله قال انه سال عمر سال ابا بكر وقال له يا ابا بكر ماذا ستقول لربك حينما تستخلف علينا عمر وهو في غلظته؟ هتقول لربك لما تقف بين يديه وانت امرت علينا عمر وانت عارف غلظه عمر وشده عمر،